كابتن مدحت، عارفين عندنا امثله كتيره جدا في النهائيات، دايما النهائيات انت بتلعب فريق قوي امام فريق قوي، ودايما من المفترض ان النتائج تكون قريبه. يعني هديك امثله، مثلا النادي الاهلي مثلا الموسم الماضي او من شهور فاتت فاز على الترجي هنا 3-1، وكان مطالب الترجي انه يفوز على الاهلي 2-0 هناك، وانا فاكر ان الشوط الاولاني كله انتهى بدون اهداف لغايه ما الترجي في الوقت الضايع احرز هدف في مرمى النادي الاهلي، فاكر؟ تمام. وكمان عندنا امثله في ان ليفربول ناقص 4 اهم لعيبه عنده، وبيلعب برشلونة بوجود ميسي احسن لعيب في العالم، وبنوع من التكتيك والرجوله داخل الملعب كسبوا 4-0 في ريمونتادا لا متوقعه ولا منطقيه. نفس القصه توتنهام بيلعب خارج ارضه ومغلوب على ارضه وخسران 2-0 الشوط الاولاني، ومطالب يجيب 3 اجوان في 45 دقيقه ولا يستقبل اي هدف، وده اللي حصل فعلا. فانت دلوقتي الزمالك بيلعب ضد نهضه بركان، فريق محترم وكل حاجه، لكن وطبيعي ان الواحد يكون قلقان، صح ولا لا؟ طبيعي ان الجمهور يكون قلقان، اللعيبه قلقانه، احنا قلقانين لان دي بطوله وتعب ومشوار طويل. رايك في لقاء امبارح وفرص نادي الزمالك في المباراه القادمه؟ طبعا يعني جمال اختصر كلام كتير جدا خالد في النتيجه، يعني الحمد لله طبعا النتيجه دوت، يعني حاجه ما تزعلش، يعني احنا حتى في افريقيا كنا بنقول لو ما تعادلناش يا رؤوف لو خسرنا 1-0 هنعرف نعوض في القاهره وبتاع. بس لما تيجي نتكلم في النهايه، حتى قبل الاستوديو كنت بتكلم انا ورؤوف، اي فرقه خالد ترتيبها في الدوري العام عنده، في الدوري العام بعيد عن افريقيا، في الدوري العام حتى لو ترتيبه ال 12 وصل النهائي يبقى فرقه محترمه، يبقى فرقه قويه. ايوه لسه كسبانه الوداد اللي هو هيبقى بطل الدوري تقريبا. اصل الكلام اللي يتقال يا جمال يقول لك ايه، اصل ترتيبه السابع مش دي حاجه ودي حاجه. تمام. امبارح لعيبه الزمالك نفذت يعني بايجابيه، مثلا ممكن اقول جمال بيقول لك كان ممكن يكون في احسن من كده، وكان ممكن يكون في أسوأ من كده. اختصار مباراه امبارح يا كابتن خالد، في سلبيات وفي ايجابيات. يعني في سلبيات حاجات بسيطه تتعالج، الجهاز الفني يعني حاجه تبع الجهاز الفني بالنسبه له رؤيته هو خلال ال 90 دقيقه. الايجابيات مكسب عمر صلاح امبارح، ايجابيات في خلال 90 دقيقه يا جمال وصلت كتير جدا، اول مباراه في افريقيا توصل كتير جدا خارج ملعبك اللي توصل لمرمى الخصم، وكنت ممكن تهدف. يعني في ايجابيات وفي سلبيات. انا شايف ان المباراه هنا هتبقى صعبه، زي ما جمال ما قال لو 0-0 هيبقى في اطمئنان اكتر اللي انا اجيب جول في اي وقت. لا، انت تخيل اللي هي 0-0 يبقى الطبيعي لازم تعمل ايه؟ تحرز هدف هنا، صح كده؟ هي انت خسران بره هدف، هتيجي هنا لازم تحرز هدف وتبدا تشتغل من الاول وجديد. انا شايف لعيبه الزمالك الرؤيه بتاعتها او الحاله بتاعتها اللي كانت موجوده فيها امبارح في خلال 90 دقيقه، انا شايف ان هم عارفين يعني ايه نهائي افريقيا، وصل لهم رساله، ومتهيألي الرساله توصل اقوى من خلال في الجماهير في 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 استاد برج العرب. خالد انا متهيألي هنا بقى اللي احنا بنتكلم عليه زي مباراه بالظبط الرجاء. شوف احنا برضو هناك عملنا ايه، كنا عايزين نوصل ايه، وجينا هنا كسبنا هدف واحد بس اللي وصلنا للمرحله الشحنه بالزياده اللي احنا ناخد البطوله ويبقى عندنا الدافع هو الجماهير، وبالاخص لما يكون عندك لعيبه يبقى عندها الثبات الانفعالي اللي جمال بيتكلم عليه. عايز لعيبه خالد في النهائي دوت تتعامل ازاي، مباراه نهائي، مباراه هتاخد بطوله. يعني بيتهيألي انا شايف ان لعيبه الزمالك عندها القدره اللي هي تعوض هنا، وان شاء الله نعوض بسهوله باذن الله. طيب